محمد مروان الزنجاري رئيس الترتيبية الإقليمية للشبيبة التجمعية. أولا أنا جيت سعيد اليوم هذا العرس الشبابي اللي منظمو حزب التجمع الوطني للأحرار واللي هو المؤتمر الإقليمي للشبيبة التجمعية. صراحة الحمد لله الحصيلة كانت جد مشرفة بين سنة 2018 حتى اليوم 2022. تم الانتخاب ديالي يوم 30 جانفي 2017. في الأول كانت البداية 21 شاب اللي كانت تدفعت من خارج الشبيبة التجمعية. اليوم الحمد لله في 2022 عندنا أزيد من 1000 شاب اللي من خارج في حزب التجمع الوطني للأحرار. كذلك في هذه الأربع سنوات الشبيبة الإقليمية قامت بأزيد من 300 نشاط اللي كان على الأقل عندنا كل أسبوع نشاط أو نشاطين اللي مختلفة من أطير وتكوين الشباب من نزول الميدان. كانت يكون عندنا تكون إحنا تنزل من الساحة الميدان جميع المقاطعات جميع الجماعات. إذن صراحة هي واحد الحصيلة اللي هي جد مشرفة بطبيعة الحال بمجهودات جبارة لا من عند القيادة الجهوية لا كذلك من عند الشباب ديال حزب التجمع الوطني الأحرار هنايا بإقليم مراكش اللي صراحة كانوا خير سند لينا لهذه التجربة هذه اللي تنفتخر بالصداقة ديالهم. وكذلك فاحنا اليوم على مشارف الانتخاب ديال رئيس إقليمي جديد تنتمنى إن شاء الله باش نحضروا بالثقة مرة أخرى من عند الشباب ديال حزب التجمع الوطني الأحرار. أنا سلواماني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية التمثيلية المحلية في المنارة في إطار الدينامية اللي كيعرفها حزب التجمع الوطني الأحرار. وبعد استحقاقات الانتخابية اللي الحمد لله تحققت فيها حزب التجمع الوطني الأحرار وكان فيها في المرتبة الأولى، اليوم كنشهد واحد العرس اللي هو عرس احتفالي اللي غادي تقوم به منظمة الشبيبة التجمعية بجديد الهيكل ديالها على الصعيد الإقليمي على الصعيد التجمعي بعد نجاح المؤتمر الجهوي اللي عرفته الجامعة الخاصة بمراكش. بكل صراحة احنا اليوم غنوقفوا على واحد العدد ديال الإنجازات، واحد المجموعة ديال الأنشطة، واحد العدد ديال الأعمال اللي كانت في إطار الدورات التكوينية، كانت في إطار التواصل، كانت في إطار العطاء تاع منظمة الشبيبة التجمعية. دوزنا واحد 5 سنوات ديال العمل وديال العمل الجاد. هاد 5 سنوات اللي عطات الفوكر ديالها وعطات نتيجة تاع الانتخابات التشريعية والجماعية، لأن بصراحة اليوم حزب التجمع الوطني الأحرار كانت عنده جرأة باش أنه يمشي الشباب في الانتخابات، كانت عنده جرأة باش أن الشعار ديال الشباب والمشاركة السياسية ما يكونش مجرد يعني ترويج للإعلام أو مجرد شعارات ما قبل الحملة الانتخابية، بل هو كان واقع وكان حزب التجمع الوطني الأحرار متستر هذه العملية هذي. والحمد لله عطات الفوكر تاعها وعطات النتيجة تاعها، وكنشوفوا بأن حزب التجمع الوطني الأحرار خدم المرتبة الأولى بالشباب نتاعو اللي كانت عندهم واحد 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 الجهد كبير باش أن حققنا هذه النتيجة هذي. شكرا.